مرحبا متابعين صفحة اليوفنتوس وتويتر يوسف حريم. اليوم قلت بدل ما أشارك إياكم معلومة غذائية، حابة أشارك إياكم ثلاث تطبيقات ما أقدر أستغنى عنها. أول شيء عندنا ماي فتنس بال، هذا من الأبليكيشنز اللي واجب يفيدكم إذا تبون تسوون دايت، يحسب لكم الكالوريز، يحسب لكم الكالوريز اللي تحتاجونها، حتى الماكروز سواء كانت كربوهيدرات بروتينات أو دهون، فممكن تستغلونها عشان تسوون دايت. ثاني أبليكيشن هو واتر ريمايندر، طبعا هذا الأبليكيشن قدر يساعدني إن أني أخلص احتياجاتي من السوائل في اليوم، تقدرون تبرمجون في الكمية اللي تبغونها وبالتالي تدخلون طول اليوم، وطرش لكم ريمايندر على التلفون إن لازم تشربون ماء الحين. وآخر واحد هو البودكاست أب، طبعا هذا أني أستخدمه عشان أسمع فيه بودكاست عن التغذية، عن الصحة النفسية والعقلية، عن نفس ما كنت أتكلم في صفحتي المديتيشن اللي هو التأمل، فإيه هذين الثلاثة ما أقدر أستغنى عنهم.